عدت من استراحة الغداء واكتشفت أن أحدهم قد سرق من حقيبتك 30 دولار. كان لديك 4 مشتبه بهم، وهم ميلا وهنري وجاكسون وفيكتوريا. وعندما سألتهم عن النقود قالت ميلا أنها لم تأخذها، وقال هنري أنه متأكد تماما من أن جاكسون من أخذ النقود، وقال جاكسون مستحيل، هنري كاذب. وادعت فيكتوريا أن ميلا تقول الحقيقة، أحد هؤلاء فقط لا يكذب. إذن من سرق نقودك؟ إنها ميلا، هي وهنري وفيكتوريا يكذبون، بينما يقول جاكسون الحقيقة. لو أخذ أي أحد آخر النقود فسيكون هناك أكثر من شخص صادق. هل يمكنك الحصول من 98 على 720 باستخدام حرف واحد فقط؟ أضف الحرف X بين 90 و 8، ستحصل على 90 ضرب 8 يساوي 720. اتصل صاحب مطعم بارادايس النباتي بالشرطة، وكان في حالة من الذعر حيث قال: هاجم شخص ما طاهي المطعم، نقل طاهي إلى المستشفى قبل عدة دقائق، حتما أرسل منافسون شخصا لتدمير عملي. عندما وصل الضابط إلى المطعم علم أن 3 أشخاص كانوا في منطقة الموظفين عندما وقع الحادث. كان الطاهي الأول يقطع البصل عندما أصيب الطاهي، وقال للشرطة أنه لم يكن يرى جيدا بسبب الدموع. وكان الطاهي الثاني يقشر الجمبري عندما وقع الحادث، وأفاد بأنه كان يستمع إلى الموسيقى عبر سماعات الأذنين ولم يسمع شيئا. والشخص الثالث كان نادلة، وادعت أنها كانت تقدم عصير الليمون في الخارج. من الكاذب من بينهم؟ الطاهي الثاني هو المجرم. جمبري في مطعم نباتي، هل أنت جاد؟ هل يمكنك حل هذا اللغز بسرعة؟ هو يساوي 4، نحن يساوي 6، وقتي يساوي 8، عصفور يساوي 10، برتقالة يساوي ماذا؟ الإجابة الصحيحة هي 14، يساوي كل حرف 2. كانت بريندا تسافر على متن القطار، وكان الجو حارا في العربة. خلعت الفتاة سوارها الذهبي المزين بالماس ووضعته أمامها على المنضدة، وبعد عدة دقائق دخل القطار في نفق وحل ظلام دامس. وعندما غادر القطار النفق لم تجد الفتاة سوارها. صدمت بريندا عند فقدان سوارها وقالت: أحدهم أخذ سواري. لم يكن في العربة سوى 3 أشخاص آخرين. قالت هيلين أنها كانت نائمة، وقال راشيل أنه كان يقرأ كتابا على هاتفه، وذهبت غريغوري إلى الحمام قبل دخول القطار النفق. من أخذ السوار؟ إنها هيلين. قبل دخول النفق كانت ترفع أكمامها، لكن أكمامها الآن تغطي ذراعيها حتى الرسغين لإخفاء السوار. ماذا يحدث للنباتات عادة في فصول الرياضيات؟ تنمو لها جذور مربعة. دخل رجل إلى إحدى الغرف ورأى هناك 3 أبواب. كتب على الباب الأول ملاحظة تقول: إلى المستنقع. وكتب على الباب الثاني: بيت الأسد. ولم يكتب شيء على الباب الثالث، لكن كان الرجل يعلم جيدا المكان الذي يقود إليه هذا الباب. كيف عرف ذلك؟ إنه الباب الذي دخل من خلاله. تضاعف طول الزرافة الصغيرة كل شهر حتى وصلت إلى حجم أبيها. استغرق الأمر 10 أشهر. كم عدد الأشهر التي استغرقتها الزرافة الصغيرة لتنمو نصف طولها الحالي؟ أشهر. والآن انظر إلى هذين الشابين، من منهما لن ينجو برأيك؟ على الأرجح هو الفتى الذي على الجهة اليسرى،
لا شك أن مقلاعه قد يسبب بعض الأذى للفتى الذي على الجهة اليمنى، لكنه سينجو حتما، وفور أن ينزل عن اللوح الخشبي سيسقط الفتى الآخر في الهاوية. اختفى رجل ثري من منزله واسمه السيد توماس جرين. عثر المحقق المكلف بحل القضية على ملاحظة في مسرح الجريمة، كانت الملاحظة تقول: الثالث من سبتمبر والثاني من نوفمبر والأول من مارس، تمكن المحقق من معرفة اسم المجرم المخفي في الملاحظة. المشتبه بهم هم جاك جرين ابن الرجل الثري ووريثه، وجون جرين زوجة الرجل، وتوم جاكوبسون وهو موظف لدى السيد جرين. اكتشف المحقق اسم المجرم بسرعة. هل يمكنك فعل ذلك أيضا؟ تشير هذه التواريخ إلى الحروف التي تحتاج إليها لمعرفة اسم الفاعل. فمثلا يشير الثالث من سبتمبر إلى الحرف الثالث من كلمة سبتمبر وهو حرف التاء، وهكذا تبين أن توم له علاقة باختفاء السيد جرين. سلم أحد الطلاب ورقة الامتحان النهائي ووضعها فوق مجموعة من الأوراق الأخرى. في تلك الأثناء قال له المدرس: رأيت أنك تغش في الامتحان، سترسب تلقائيا. وعندما ظهرت نتائج الاختبار وجد الطالب أنه قد نجح. كيف حدث ذلك؟ لم يكن المدرس يعرف بالشخص الذي كان يغش بالضبط، لهذا صحح ورقة الاختبار كغيرها من الأوراق. بينما كنت تلعب تنس الطاولة سقطت كرتك في أنبوب معدني ضيق بعمق 30 سنتيمتر. كيف يمكنك إخراج الكرة من الأنبوب إن لم يكن بحوزتك سوى مضرب تنس وزجاجة مليئة بالماء ورباط حذائك؟ أسكب الماء الذي في الزجاجة في الأنبوب وسترتفع الكرة نحو السطح. لديك معادلة كتبت بعيدان الثقاب: 6 زائد 4 يساوي 4. حرك عود ثقاب واحد فقط لجعلها صحيحة. يجب أن تأخذ عود ثقاب واحد من إشارة الجمع وتضيفه إلى رقم 6 ليصبح 8، ثم ستصبح المعادلة 8 ناقص 4 يساوي 4. دعيت بريانا المطربة الشابة الشهيرة التي سجلت ألبومها الأول قبل نصف عام فقط لأداء حفل موسيقي، ولكن عندما حان دورها للغناء لم تظهر بريانا على خشبة المسرح، وعثر عليها في غرفة الملابس فاقدة للوعي. عندما وصل رجال الشرطة استجوبوا 3 مطربات أخريات كن سيغنين في ذلك اليوم. قالت كاميلا: أنا جديدة في الغناء لذا أتيت إلى بريانا لأخذ بعض النصائح لكن لم أضربها. صرخت سكارلت قائلة: أخي الأصغر معجب ببريانا، إنه يستمع إلى أغانيها منذ سنوات حتى أني أخذت توقيعها من أجله. وقالت صوفيا: لم أرى بريانا حتى، كنت متوترة جدا قبل الصعود على المسرح ولم أغادر غرفة تبديل الملابس. من ضرب بريانا؟ إنها سكارلت. قالت إن شقيقها معجب ببريانا منذ سنوات، لكن أصدرت المغنية أغنيتها الأولى قبل 6 أشهر فقط. سأعطيك 3 تلميحات، ومهمتك العثور على رقم مكون من 4 أرقام. أول رقم لا قيمة له، ورقم الثاني والرابع صورتان معكوستان لبعضهما البعض، ورقم الثالث نصف الثاني. الرقم هو 0848. الصفر بلا قيمة، ورقمان 8 يعكسان بعضهما البعض، والأربعة نصف الثمانية. نادرا ما تلمسه وغالبا ما تعقده، وإن كنت ذكيا ستستخدمه جيدا. ما هو؟ إنه لسانك. أقلعت الطائرتان في اللحظة ذاتها وحلقتا فوق المحيط الأطلسي، لكن كانت إحداهما متجهة من نيويورك إلى باريس
وغادرت الطائرة الثانية باريس متجهة إلى نيويورك. كانت سرعة الطائرة الأولى تحلق بسرعة 1300 كيلومتر في الساعة، وكانت الطائرة الثانية تحلق بسرعة 1400 كيلومتر في الساعة. أي الطائرتين كانت أقرب إلى باريس عندما التقيتا؟ بما أنهما التقيتا فهذا يعني أنهما في المكان ذاته، أي تبعدان عن باريس المسافة نفسها. تنتج شركتك الأحذية وتملك مصنعين في مدينتين مختلفتين. يسرق عمال المصنعين الأحذية باستمرار وعليك وضع حد لذلك، لكن لا يمكنك الاستعانة بأي إجراءات أخرى للسلامة. كيف يمكنك فعل ذلك؟ يجب أن يبدأ إحداهما بإنتاج الفردة اليمنى من الأحذية، ويبدأ المصنع الثاني بإنتاج الفردة اليسرى. دعيت كارول إلى حفل هالوين في منزل مهجور. سألها أصدقاؤها عما إذا كانت مستعدة لمواجهة التحدي، فأجابت بنعم. وبعد فترة وجيزة وجدت نفسها محبوسة في هذه الغرفة. كان للغرفة باب واحد بجانبه ثلاثة مفاتيح إضاءة، وكان خلف الباب خزانة فارغة لا تحتوي إلا على مصباح واحد. مهمة كارول معرفة المفتاح الذي يتحكم في المصباح الموجود داخل الخزانة. يمكنها الضغط على أي مفتاح تريد، لكن بمجرد أن تفتح الباب لا يمكنها لمس المفاتيح. استطاعت الفتاة بعد القليل من التفكير إيجاد الحل. هل يمكنك تخمين الطريقة؟ حسناً، لنحل اللغز خطوة خطوة. ضغطت الفتاة على المفتاح الأول وانتظرت بضع دقائق، ثم أغلقته وضغطت على المفتاح الثاني، ثم فتحت الباب وتحققت من المصباح. كان مطفئاً، لذا أدركت أن المفتاح الثاني ليس المفتاح الذي يضيء المصباح، فقررت لمس المصباح لترى إن كان ساخناً أم بارداً. إن كان المصباح بارداً فهذا يعني أن المفتاح رقم 3 هو الذي يتحكم في المصباح، لكن كان المصباح ساخنا أي أن المفتاح الأول هو الذي يتحكم في المصباح. أحسنت يا كارول. لتتمكن كارول من العودة إلى الحفل عليها حل لغز آخر. كان أمامها ساعتان رمليتان، إحداهما تقيس 7 دقائق وتقيس الأخرى 4 دقائق. مهمتها هي حساب 9 دقائق باستخدام الساعتين. كيف تمكنت من فعل ذلك؟ عليها أولاً قلب الساعتين في الوقت ذاته، وبعد انتهاء الرمل في الساعة ذات 4 دقائق سيبقى في الساعة الثانية 3 دقائق. قلبت كارول الساعة الرملية ذات 4 دقائق مجدداً، وبعد أن فرغت الساعة ذات 7 دقائق بقيت 1 دقيقة في الساعة الثانية، وبعد أن فرغت الساعة ذات 4 دقائق مجدداً بقي 1 دقيقة من الرمل في مؤقت 7 دقائق. قلبت كارول الساعة من جديد وبقيت 1 دقيقة من الرمل في الجزء العلوي من الساعة، وعندما فرغ المؤقت 7 دقائق كانت قد انقضت 9 دقائق في المجمل. احتاج هذا إلى بعض الجهد. قام أحدهم بسرقة ماسة نادرة من منزل السيدة مونيكا فراسير. ادعت السيدة أنها كانت متجهة إلى غرفة نومها في الصباح عندما وجدت الصندوق الخارجي الذي في غرفة الملابس مكسورا ولم تجد الماسة. استدعت مونيكا المحقق الذي سرعان ما وصل للمنزل وطرح عليها بعض الأسئلة، وبناء على استفساراته جمع 3 من المشتبه بهم، وهم ستيف البستاني في منزل السيدة فراسر والذي كان يملك مفتاح المنزل، وابنة عمها صوفيا التي كانت تسكن معها في المنزل منذ أسبوع، وأدلين عاملة النظافة التي كانت تنظف المنزل يومياً. قال ستيف أنه كان في إجازة هذا الأسبوع لذا لم يكن قريبا من المنزل عندما وقعت الحادثة. وادعت صوفيا أنها لا تعلم حتى بامتلاك ابنة عمها للماسة. وقالت أدلين أنها عندما نظفت المنزل حوالي 10 مساء من الليلة السابقة كان كل شيء على ما يرام. من سرق الماسة؟
إنها عاملة التنظيف. يبدو أنها بعدما كسرت الزجاج وسرقت الماسة نظفت الأرضية من قطع الزجاج المتناثرة. في يوم شتاء بارد استيقظ جيسون بعد إجراء عملية جراحية. كان مستلقيا على السرير عندما دخل الطبيب إلى غرفته وقال أن هناك 3 نساء في الخارج تدعي كل واحدة منهن أنها زوجته، وأردنا جميعا رؤية جيسون، لكن كان يسمح لواحدة منهن فقط القيام بذلك. انظر إلى السيدات 3، أي منهن صادقة؟ المرأة التي ترتدي بلوزة بيضاء هي الوحيدة التي تضع خاتما في يدها اليسرى، أي أنها هي الزوجة. في صباح عطلة نهاية الأسبوع كان جون يتناول الإفطار في المطبخ، وفجأة سمع صوت زجاج يحطم. اتجه الرجل إلى غرفة المعيشة بسرعة فوجد أن أحدهم قد كسر إحدى النوافذ هناك. غضب جون كثيرا وقرر الخروج ليرى إن كان بإمكانه العثور على الفاعل. كان في الشارع 3 أشخاص فقط، لذا قام جون باستجوابهم جميعا. كان الأول ابن الجيران، وكان قادما من تمرين كرة القدم ويحمل الكرة في يديه، وقال إنه كان في طريقه إلى المنزل عند وقوع الحادث. والشخص الثاني هو ستيفن، جار جون وصديقه القديم، كان يحمل صندوقا من الأدوات لصيانة نافذة جون. وكان آخرهم ساعي البريد جوليو، كان مستقلا دراجته ويرمي الصحف في حدائق المنزل. قال أنه مر بمنزل جون قبل بضع ساعات، لكن بعد فترة وجيزة تمكن جون من تحديد هوية الفاعل. كيف فعل ذلك؟ إنه ساعي البريد، فلو نظرت إلى الحديقة لرأيت الصحيفة ملقاة على العشب أسفل النافذة. ألقى الرجل بالصحيفة نحو صندوق البريد، لكنه أخطأ الهدف فاصطدمت بنافذة جون. أوبس. في إحدى الليالي العاصفة بقيت كيت وزوجها مستيقظين حتى وقت متأخر لمشاهدة مسلسل تلفزيوني. وخلال عرض المسلسل عرضت النشرة الجوية. قالت المذيعة بأن المطر سيستمر في الهطول ليومين آخرين، لكن بعد 72 ساعة سيصبح الجو مشمسا وصافيا. التفتت كيت إلى زوجها وقالت أن المذيعة مخطئة، وكانت كيت محقة. لماذا؟ لأنه بعد 72 ساعة سيكون قد حل الليل ولا يمكن أن يكون الجو مشمسا ليلا. كانت تحلم أميليا بالقفز في المظلة، لكنها كانت تخشى المرتفعات. وذات يوم اصطحبتها صديقتها لتحقيق حلمها. قفزت أميليا من إحدى الطائرات دون مظلة ولم تتعرض لأي أذى. كيف حدث ذلك؟ لم تكن الطائرة في السماء، بل كانت تقف على الأرض. أوه. اتجه عالم الآثار ديف إلى مصر في مهمة خاصة جدا. قضى الرجل أياما في البحث عن الآثار تحت الرمال، ولم يعثر سوى على قطعة نقدية كتب عليها 10 قبل الميلاد. وعندما عرض ما وجده على زملائه أخبروه أن القطعة النقدية مزيفة. لماذا؟ حسناً، لأن فترة قبل الميلاد لم تعرف إلا بعد الميلاد. كانت السماء تمطر عندما اتصلت السيدة مور بالشرطة وقالت أن أحدهم اصطدم بسيارتها وهرب بعيداً. وعندما وصلت الشرطة كان هناك شخص واحد في الجوار يقوم بإصلاح إطار سيارته. قالت السيدة مور أن هذه هي السيارة التي اصطدمت بسيارتها، لكن أنكر الرجل ذلك لأنه كان مشغولاً منذ الصباح في إصلاح سيارته. هل يمكنك معرفة الكاذب؟ إنه الرجل الذي يقوم بإصلاح سيارته. لقد بدأ المطر بالهطول للتو، ولو كان الرجل يصلح سيارته منذ الصباح كما ادعى لكانت الأرض جافة أسفل السيارة، لكنها مبللة، أي أنه وصل إلى هناك منذ فترة وجيزة وهو المسؤول عن الحادث. قررت 4 صديقات الاجتماع لشرب القهوة. طرحت إحداهن سؤالا على الجميع قائلة: من الأكبر سنا بيننا جميعا؟ فأجبنا بأحجية: عمر ميا أكبر من عمر أنا 3 أضعاف،
لكن قبل 3 سنوات كانت آنا أصغر من عمر كلاوديا الآن بسنة واحدة، ويبلغ عمر أوليفيا ضعف عمر آنا. إذن هل يمكنك ترتيب الفتيات حسب أعمارهن؟ الترتيب الصحيح هو ميا ثم أوليفيا ثم آنا وأخيرا كلاوديا. إليك هذا السؤال السريع، ما الشيء الذي تملكه لكن يستخدمه الآخرون أكثر منك؟ إنه اسمك. على مدخل قصر فاخر كان هناك حارسان يحرسان البوابة الرئيسة، كانا يقفان وينظران إلى اتجاهين مختلفين، أحدهما ينظر إلى الغرب وينظر الآخر نحو الشرق. في تلك الأثناء سأل أحدهما زميله لماذا تبتسم؟ كيف عرف أن زميله يبتسم؟ حسناً، مع أنهما ينظران إلى اتجاهين مختلفين، هذا لا يعني أن كل منهما يدير ظهره لزميله، بل هما متقابلين. كان كيفن مسافراً للعمل وكان عليه قضاء الليلة في الفندق. بعد يوم طويل من الاجتماعات عاد الرجل إلى غرفته للحصول على قسط من الراحة. خلد الرجل في سريره لكنه لم يستطع النوم، وبعد التقلب في الفراش لساعات اتصل بأحدهم ولم يقل كلمة واحدة، ثم تمكن من النوم. بمن اتصل كيفن وكيف استطاع النوم أخيرا؟ اتصل كيفن بالغرفة المجاورة حيث كان جاره يشخر بصوت عال جدا. استيقظ الرجل على رنين الهاتف وتوقف عن الشخير، فاستطاع كيفن أن ينام. لقد عدت للتو من إجازة طويلة، اشتريت من هناك حقيبة سفر جديدة لحفظ أغراضك التي جلبتها معك، لكنك نسيت رمز قفل الحقيبة. لحسن الحظ كنت قد كتبت تلميحا على هاتفك لمساعدتك فتح القفل. 682 رقم واحد صحيح وفي مكانه الصحيح. 614 رقم واحد صحيح لكنه في المكان الخطأ. 206 رقمان صحيحان لكن كلاهما في المكان الخطأ. 768 جميع الأرقام خاطئة. 380 رقم واحد صحيح لكنه في المكان الخطأ. ما الرمز المكون من 3 أرقام؟ إنه 042.